لحوم البقالي تعد بحق، وهذه شهادة أقولها في حقها، تعد بحق عصفورة التجديد ورائدة التحديث لفن الحضرة بدون منازع في مدينة شفشاون، لأنها حررت هذا الفن من الضغوط أو من الطابع التقليدي الذي كان يقوم على الارتجال وكان يقوم على العفوية، وأصبح فناً له قواعد علمية وقواعد فنية، بحيث يمكن أن نقول بأنها وضعت قطار فن الحضرة على سكة الضوابط الفنية والعلمية. لرحوم البقالي تعتبر قطبنا، وتعتبر الآن أن نقلت فن الحضرة الشفشاونية من منعطف البناء ومنعطف التأسيس إلى منعطف الإشعاع ومنعطف الإشعاع الحضاري والفني والعلمي كذلك. التحقت بالمعهد الموسيقي وسنها لم يتجاوز بعد 12 من عمرها، إذن فهي الفنانة بالفطرة، ولكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل اختارت البحث العلمي والتنقيب. فرقة أخوات الفن الأصيل، وهي فرقة نسائية أسستها من أجل إبراز هذا الفن في شكله الجديد، وأبهنت عن قدراتها الإبداعية. مجموعة اللرحوم البقالي قدمت عروضا في أنحاء مختلفة من العالم، في أوروبا وفي الدول العربية بل وفي آسيا، في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل مكان قدمت فيه عرضا من عروضها إلا كانت موضع الإعجاب والتقدير والإشادة بهذا الفن الرفيع الذي قدمته للا أرحوم البقالي للإنسانية. شريفة للا أرحوم هي لها تكوين أكاديمي رصين كأستاذة في المعهد الموسيقي الشفشاون، وأيضا كشخصية لها كل المميزات التي تؤهلها للقيادة وتؤهلها للتأطير. هي صارمة في عملها، محبة له، وأيضا دقيقة في اختياراتها. هذه المرأة استطاعت بحنكتها وتجربتها وتكوينها الأكاديمي في الموسيقى أن تكون مجموعة لم يعد صيتها منحصرا على المستوى المحلي، وإنما استطاعت أن تصل إلى المستوى الدولي. أتهدى عن طريق التمارين اليومية، التضحية بالوقت، التوجيه، الحب العمل، وبغية إيصال فن محلي إلى أقصى مكان في هذا الوجود. وهنئ للا أرحوم على التكريم المستحق، وأتمنى لها كل الاستمرارية والازدهار والتوفيق. على المدح للرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أعجبت بك كسيدة مغربية، أعطيتنا درس بلي يمكن نجحوا كمغرب، لأنك جيتي للتراث ديالنا ودرستيه وقعدتيه يعني ثقافيا، خصوصا التراث اللي كيهم المديح اللي كانوا كيقوموا به النساء، لانه ماشي غير الرجال اللي كانوا كيمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى النساء كان عندهم فرق ديالهم كانوا كيمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدلتي مجهود وخديتي الوقت وتقنتي العمل ديالك وخرجتيه، ولما خرجتيه اثرتي في المغاربه واثرتي في العالم، ولقيت باللي وليتي تستدعين في العالم كله، فملأتيني بافتخار بالشعور بأن المغاربة يمكن نجحوا كل شيء. لهذا الهنيئ لك
وأريد أن يتخذك الرجال والنساء نموذجا، كل واحد في مجاله يتقن ما هو بصدده. الله يوفقك وتبارك الله عليك. احتفى فضاء دار حسين بالمدينة العتيقة التونسية بالإنشاد الصوفي المغربي. فرقة رحوم البقالي تنشد ما لذ للآذان من قصائد صوفية لشيوخ مدينة شفشاون. تعالت الأصوات في تناسق مبهر، ورسم الزي الأندلسي المغربي الشمالي لوحة شدت الأنظار. أصوات نسائية، خلقنا جوا موسيقيا وصوتيا جلب القلوب والنفوس، يعني وتمازجت معه الأرواح خاصة. الحضرة الشفشاونية لأول مرة في مهرجان المدينة بتنظيم من سفارة المغرب بتونس، لكنها حتما لن تكون الأخيرة لما تركته من صدى تجاوز أسوار العرض. ناتج على الوعي الرقيق لسفيرة المغرب بتونس اللي أرادت أن تطبع هذا المهرجان، هذه الدورة، بهذه الفرقة المغربية الأصيلة. لم تنقل الحضرة الشفشاونية الإنشاد الصوفي الأصيل المغربي إلى قلب المدينة العتيقة التونسية فحسب، بل غذت أناشيدها النفوس في ليلة من ليال روحانية بامتياز. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس. أول فرقة نسائية في المغرب أقدمت بكل شجاعة على اقتحام عالم الرجالي بامتياز لسماع الصوفي والإنشاد الديني. انطلقت هذه الفرقة من مدينة مغربية جبلية صغيرة اسمها شفشاون، وقد سميت على اسم مؤسستها رحوم البقالي للحضرة الشفشاونية. اليوم تحولت الفرقة إلى علامة موسيقية عابرة للقارات. مع عادل الزبيري التفاصيل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معنا. اليوم نلتقي من هنا من المدينة الزرقاء في المغرب شفشاون، حيث قررت ضيفتنا أن تستقبلنا لتحدثنا عن تاريخ مدينتها وتاريخ عائلتها، أين التقت مع الإنشاد الصوفي والموسيقى الأندلسية، مجال كان حكرا على الرجال لكنها اقتحمت بفضل تعليمها الأكاديمي وحملته دفاعا عنه في أغلب المسارح في العالم وفي أكبر المهرجانات. ابقوا معنا لتتعرفوا على ضيفتنا رحوم البقالي. تجربة فن الحضرة الشفشاونية تجربة رائدة ورائعة بكل المعايير والمقاييس، ويمكن أن نقول أن السيدة المرحوم هي بامتياز سيدة الحضرة الشفشاونية المغربية. روافدها هي كذلك روافد أندلسية، فهي دارسة للموسيقى الأندلسية ومتمكنة من هذه الطبوع، وبالتالي عندما تقود الفرقة وعندما تلحن وعندما تستعمل النصوص فأكيد أنها ترجع إلى هذه الينابيع اللي بالأساس متمثلة في الطبوع، طبوع الموسيقى الأندلسية. مجهود كبير يعني بذلته هذه السيدة الشريفة للرحوم البقالي بتهذيبها لهذه الحضرة، على أساس أنه إذا كانت لديكم الفرصة للاستماع لنماذج لهذه الحضرة، حضرة الأمهات والجدات ربما 20 سنة أو 30 سنة من قبل، يمكن أن نقف على أن هناك كانت حضرة لكن كانت متون بأغراض مختلفة، قد يجمعون مثلا الغزال بالديني وما شابه. هذه التفعيلة الإيقاعية موسيقيا فيها وزن موسيقي طويل وعريض جدا، يتضمن 16 وحدة زمنية،
وهذا الوزن بهذا الطول ديالو مميز بشكل أساسي لهذه الحضرة، ولا نجد نظير هذه التفعيلة هذه في مجموعة من الفنون التراثية المغربية. تتحضر من عائلة البقاليين مؤسسي الحضرة الشفشاونية، لها تكوين موسيقي حصل على شواهد السولفيج بالجائزة الأولى والجائزة الشرفية في الموسيقى الأندلسية. هذا ما ساعدها على امتلاك الأدوات العلمية الضرورية للإبداع في فن الحضرة، بالإضافة إلى الإرث من الأجداد. الحضرة بسقوى، وكان لابد من الدراسة الأكاديمية لخدمة هذا الفن وإبراز المكان التي تليق به كما تقول. بحثت في قصائد قديمة وأصلها وأطرت فتيات المدينة، فأسست فرقة أخوات الفن الأصيل سنة 2004. هي رحوم البقالي. نظراً لعلمها طبوع الموسيقى الأندلسية وعلمها بالمقامات طبعا كخريجة من هذا المعهد الموسيقي بهذه المدينة، يعني عرفت كيف توظف يعني خبرتها فيما يتعلق بتنظيم هذا الفن. ولهذا نلاحظ أنها عندما تقوم بعمل ما فإنها تقوم به بكيفية منظمة. أكدت رحوم البقالي للبرنامج أنها تؤمن بعلم الموسيقى، فلو كانت أرادته تقليدا عن الأمهات لم يكن ليتخطى الحدود الوطنية نحو العالمية. الموهبة كما تقول يجب أن تحصن بالعلم والدراسة وتوفر أدوات العمل والمعرفة حتى يتقدم هذا الفن من حسن إلى أحسن ويتواصل مع فنون شعوب أخرى. تحرص رحوم البقالي على أن تساهم في إبراز صورة مشرفة للمرأة المغربية في الإنشاد الصوفي بجوانبه الفنية والعلمية المضبوطة. هي لوحة متكاملة، بمعنى أن بما دامت أن فن الحضرة والفنانة رحوم البقالي بحثت واجتهدت في التنقيب عن منابع الحضرة في أصولها وقواعدها، كان لابد من استحضار واستلهام اللباس المغربي الأصيل، وبصفة خاصة لباس مدينة شفشاون الذي كان كما قلت يعود إلى 80 سنة أو لمدة قرن من الزمان. يعني بمعنى هذا اجتهاد، يعني بمعنى أن يقدم في العصر في القرن الحالي صور بصيغة جمالية وراقية، هذا اجتهاد. يعني بمعنى ليست صور نمطية ولكن فيها اجتهاد، تحس بأن بروح العصر وبروح الفن أنها تسري في هذه اللوحات الراقصة والمعبرة على وجداننا. وزادت حتى في بعض الأشياء، في بعض الأشياء يعني زاد مثلا واحد جد العلوم، واحد العلم من هنا واحد العلم من هنا كتزدو. زادت القضية ديال الملابس يعني، وهذيك الملابس يعني هي ولبس شفشاوني تقليدي، ولم يكن يعني يطلب في لدى عناصر الحضرة في المدرسة التقليدية، نساء الحضرة التقليدية يعني لم يكن يعني يخضعن لهذا اللباس أو لهذا المظهر، وإنما على العكس من ذلك كان الهدف الأساسي وهو أن هذه الفرقة يعني أتت إلى هذا الحفل من أجل أن يسمعها النساء، لا من أجل مثلا أن ينظر إليها. ذاع صيت رحوم البقالي في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية والأمريكية، حتى أصبحت تقوم بدورات تكوينية فيما يخص الطبوع والإيقاعات لكثير من الموسيقيين الأجانب، منهم من يطلب أعمالا مشتركة معها، فكان ذلك مع مطرب أندلسي يدعى ميشيل جيل. تجربة أخرى كانت لرحوم البقالي أثناء حضورها مهرجان البرازيل للموسيقى والرقص مع فرقة برازيلية وأخرى عراقية، قدموا خلالها عرضا مشتركا اشتغلت فيه على الحجاز الكبير والسجل للتلفزيون البرازيلي. وفي هذا الصدد أكدت للبرنامج أنها تفرض النمط الموسيقي المغربي في كل عمل مشترك. تجربة رحوم البقالي طبعا هي تجربة فريدة من نوعها على مستوى هذا الفن، الذي أرى بأنها عملت على تطويره وتسويقه يعني على المستوى الدولي، نعم يعني تخطط بالمستوى الوطني المستوى الدولي، وأصبح يعني هذا الفن يعني معروفا يعني في العالم بأسره. أصبحت مدينة شفشاون للجميع، العشاق والعشاق في الحضرة يرددون ما يسمعونه في فن الحضرة من قصائد ومن أغاني يحفظونها عن ظهر قلب. وفي بعض المناسبات أن
لما نحضرها او تكون ان هناك جمهور خاص، يعني جمهور له مواصفات خاصة يحضر الى هذه الى 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 العروض التي تقدمها الفنانة رحوم البقالي، سواء من ناحية اللباس او من ناحية الاصغاء، كأن الطيور فوق رؤوسهم تحس ان بهم محبة وعشق لهذا الفن الذي هو انبعث منهم واليهم. اسماء لرحوم البقالي. لرحوم البقالي لها خلفيه موسيقيه بصفتها استاذه في المعهد الموسيقي، تعزف على اله، لذلك كان لزاما ان تكون هناك مؤثرات موسيقيه في هذا الفن، جعلته يبدو بنظام احلى وبجماليه ابهى. كانت بداية أندلسية، كانت تهتم بالموسيقى الأندلسية، وخير دليل على ذلك هو تأسيس هذه الفنانة لفرقة موسيقية نسائية وهي لم تتجاوز سن 16 عام، وكان لهذه الفرقة أيضا حضور داخل الفضاء الفني بالمدينة. ثم جاءت سنة 2004 التي عملت على من خلالها على تأسيس فرقة المديح والسماع، التي أصبح لها الآن يعني حضور قوي ومتجدد ومتطور وعميق. مصادر المديح والسماع يعني في البدايات البعيدة جدا والغميصة انطلقت على يد العديد من الرجال، ثم أخذت نساء عنهم هذا النمط أو هذا الفن، فشغلت أو قدمته من خلال البيوتات مع بعضهن البعض، وقد اعتمدت في ذلك على أشعار الشيخ الحراق، ثم الزاوية الشقورية، ثم أيضا الشيخ البقالي. نرحم للحضرة الشفشاونية، هذه الفرقة استطاعت أن تؤسس نموذج فني أصيل يعتمد على مجموعة من المقومات. أولا الموسيقى الصوفية ذات إيقاعات مغربية أندلسية تراثية، بذلك استطاعت حوم باعتمادها وعلى هذه الأساليب الأندلسية، أولا بكونها أستاذة للموسيقى بالمعهد الموسيقي بمدينة الشفشاون، أن يكون لهذا الفن حضور، استطاعت أن تخرجه من البيوتات، وأن يكون في السابق حيث كان في السابق أنه فن للحريم فقط، ينظم أو يعقد في الملتقيات أو اللقاءات الاجتماعية أو الدينية، وبمجهودها الفردي والشخصي أنها استطاعت أن تبدع وتطور هذا الفن سواء على مستوى القصائد أو الإيقاعات ثم على مستوى الرقصات. التمارين المكثفة التي تجريها مع مجموعة من الفتيات استطاعت أن تكون أجيالا في هذا الفن العريق وأن تلقنهم أصوله، خاصة وأن إيقاعاته ليست من الإيقاعات السهلة بالمرة، الإيقاع الأول مركب جدا ووئيد وبطيء، يحتاج إلى دربة وإلى علم في المجال الموسيقي، استطاعت بمهنيتها وبحرفيتها وبتعمقها في التراث أن توصله لهؤلاء الشابات. فما تقوم به لرحم البقالي هو مشتل، كل مرة يفاجئنا مجموعة من أصوات الشابة تحافظ على هذا الفن وتضمن استمراريته. أضافت لي الأستاذة والفنانة رحوم بقالي ألحان الخفيفة والمبسطة اللي كتقربنا للشباب وكتقرب حتى الأطفال، والأستاذة رحوم فتح الباب ديالها للشباب الشفشاوني وكتدربنا في الدار ديالها
ومجانا، وهذا الشيء خلانا نحبوا هذا التراث ونكون مولوعين به. وانا فخوره جدا انني مع هذه الفرقه، وكنتمنى هذا حافز للشباب انهم يلتحقوا مع الفرقه ديال أسرة المرحوم، لانهم غادي يستافدوا بزاف، وجات عندنا ثقافه موسيقيه راقيه. الذي تحاول المحافظة عليه، القرض ولم يتعد له حضور، الذي هو له ميزة أندلسية عريقة. لا ننسى أيضا أن مدينة الشيوعية معروفة كما معروفة بالموسيقى الأندلسية، فرحوم استطاعت أن توظف الموسيقى الأندلسية في فن الحضرة. نلاحظ أن ذاك الإيقاع الهرموني، الإيقاع الهرموني إلى جانب التوزيع الموسيقي، الى جانب الا انها المتتبع للموسيقى انه سيضبط تلك النغمات، تلك الصوت الكورالي اللي يدمج به سوبرانو. استاذ رحوم بقالي لمست وقاربت واحد الموضوع اللي كان صعب باش الوحيد يتقرب منه ولا يلمسه، لان كان هنا في مدينه شفشاوي يعتبر واحد سر من الاسرار. واحد حتى لا اقول انه كان يعتبر واحد شيئا مقدسا، حتى الحفلات الخاصه، الحفلات مثلا العائليه ولا الحفلات الخاصه، الحضره هي مخصصه للنساء في واحد السن معين بواحد طبيعه معينه ماشي متاحه للجميع. الاستاذ رحوم بقالي بالجراه ديالها وطبعا التكوين ديال الموسيقى الرفيعه، لان هي استاذه مشهود لها تفوق في مجال الموسيقى الأندلسية على وجه الخصوص، استطعت باش ندش في هذه الحضرة الشفشاوية من حيث الأصل ديالها، وهي أنها أنا أؤكد على أنها كانت ذكية جدا، هي عملت الاعتبار حتى الأجداد ديالها، لأن الحضرة النشأ ديالها في زاوية الحرايق حيث يركض الولي الصالح سيدي على الحج البقالي اللي وجد سلاح البقالي، وفي نفس الوقت عطى هو واحد النوع إعادة الاعتبار من الأصل ومن المنشأ ديالها في مدينة شفشاوي. خبيرة الإيقاعات الأندلسية اللي تدرسها رحوم البقالي، سيدة تعشق الفن الجميل، فما كان لها إلا أن تؤسس فرقة الحضرة الشفشاونية لتتحدث فنيا عن مدينتها التي تعشقها شفشاون. عودة إليك أميل خالتي. مؤسسة فرقة الحضرة الشفشاونية هي سليلة الزاوية البقالية وزوجة نقيب الشرفاء المرابطين، أستاذة للموسيقى الأندلسية. بالنسبة إليها شفشاون مهد الإبداع. أزيد من 70 شابة أشرفت رحوم على تلقينها أصول هذا الفن الصوفي منذ أن أنشأت الفرقة عام 2004. جيت فرحانة بأن تسحت لي الفرصة هذه، وحقا كنحضر مع أسرة الله يرحمها بقالي. جيت وأنا صغيرة كان عندي 14 عام، تعلمت بزاف الحويجات مع أسرة الله يرحمها، الحمد لله فتحت لينا الباب أننا نتعلموا هذا الفن الصوفي. اليوم رحوم نموذج للمرأة المغربية العصامية، صارت علامة بارزة بأكبر المهرجانات العالمية. أصبحت الآن السفيرة لهذا الفن على مستوى العالمي، وخير دليل على ذلك هي المشاركات الكبيرة والمتميزة في أعرق وأعتم المهرجانات العالمية. مؤسسة فرقة الحضرة أم لطفلين عمر وزكريا، كيف هي الفنانة في البيت؟ رحوم البقالي أول باحثة مغربية في فن الحضرة الشفشاونية، أخرجته من الرفوف التاريخي كصورة صوفي إلى فن قائم، أو بالأحرى الوجه الفني المليح لمدينة شفشاون. والبحث في الموروث الصوفي القديم لتقريبه من الأجيال الجديدة بدراسة موسيقية حديثة مع الاحترام الدقيق لخصوصيته الأصيلة، لأنها تنتمي للزاوية البقالية، ولأنها من أسرة عريقة في فن الحضرة، ولأنها تشبعت منذ طفولتها بالأذكار والأسجال الصوفية
اختارت الأستاذة حوم البقالي بعد دراسة علمية للموسيقى العودة لتراث الأجداد والبحث في الموروث الصوفي للحضرة الشفشاوية لتقريبه للأجيال الجديدة. الترتيب الموسيقي هو أهم ميزة وخصوصية لعروض فرقة أخوات الفن الأصيل، لأنها لا تقدم الحضرة بالطريقة التقليدية العشوائية، بل تخضعها لنظام لحن تصاعدي في الإنشاد والعزف، وصورة أنيقة في السن والحركات والانحناءات والتفاعل الروحي مع الأغاني. فقط سؤال الأستاذ صوفي، أستاذة لالحون تكلمت عن المهرجانات، دور المهرجانات فيما يخص الجانب يعني المهرجانات تهتمت بالموسيقى الصوفية. نعم، يعني هنا غادي نتكلموا بالأساس على المدينة الرائدة اللي هي فاس. فاس اللي هي قلب المغرب، قلب المغرب النابض بالثقافة وبالعمق الحضاري وبالعمق التاريخي. يعني ليس غريبا أن يتم اختيار فاس يعني قبلة لكل الذين يودون أن يتعرفوا يعني أسرار المغرب وعمقه في المجال الفني وبالخصوص في الموسيقى الصوفية. لالا رحوم سيدي حكيم مدرستان بطبيعة الحال مختلفتان، ولكن أجمل ما في هاتين المدرستين هما أنهما استطاعتا أن يستجلبا أو أن تستجلبا أذن الغاية. يعني مش نقولوا بانه مثلا في اندونيسيا المشاركه في اندونيسيا تبارك الله يعني المتلقون هناك استطاعوا يعني ان يستطعموا اللحن المغربي والطبع المغربي وصعوبه الايقاع التي تشتغل به المدرسه يعني ديال لالا رحوم. ايضا العطاء ديال مدرسه مداخ التي هي مدرسه صوفيه ومدرسه ربانيه، ولكن أيضا مدرسة للدعوة الذين دخلوا في الإسلام بمداخ وبواسطة التعرف على الجانب الروحي والسمعي لأننا لا نستطيع أن نحصيهم. وكفى استبشارا بالنسبة للمغرب أن يكون أو أن يعني أن يكون لدينا مثل هاتين المدرستين الماتعتين. صح، يعني كل الضيوف اللي حضروا الليلة بصدق شرفوا المغرب بأعمالهم و يعني نضالهم في أنهم يحافظوا على هويتنا الثقافية المغربية. النهاردة يسعدني أن أقدم وجه جديد جه متأخر، وهي فرقة من أهم الفرق من وجهة نظري في العالم كله، من أجمل بقاع العالم، من شفشاون في المغرب. نحيي المغرب. باكستان.